السلام عليكم. هذا حي جديد راه قيد الإنشاء في بلدية واد زناتي بولاية قالمة، ويعني الحقيقة أنا مازال ما فهمت علاش هذه الأحياء تبنى في مناطق معزولة. المفروض كانت تكون ملحقة بالمحيطات الحضرية للمدن أو القرى الموجودة أصلا، ويتم يعني توسعتها ببناء يعني مجمعات سكنية من هذا النوع. باش يعني أنا ما نفهمش علاش أحياء سكنية بهذا الحجم نتاع هنا 800 سكن تبنى في منطقة معزولة بعيدة عن يعني المحيط الحضاري، في منطقة أرضية حجرية صلبة تكلف أموال كثيرة لتزويدها بالماء والقنوات الصرف الصحي والكهرباء وكل الإمدادات يعني والطاقة، كل هذه الإمدادات تكلف يعني مصاريف زائدة بسبب البعد نتاع هذه المجمعات وبسبب العزلة نتاعها وبسبب التشتت نتاعها. كان من المفروض تبنى على يعني تبنى كملحقة يعني للتجمعات الحضارية الموجودة سواء كانت قرى أو مدن، أو المهم تكون يعني اللي كانت قرى تكون إضافة عمرانية وتزيد في يعني في المساحة نتاع القرية هذيك، يعني عملية توسيع القرية هذيك أو توسيع المدينة بدون ما نخلق مجمعات جديدة معزولة تكلف. أنا والله العظيم إني أشك في النية نتاع المسؤولين هادو اللي راهم يديروها، يخطوا هذا الأحياء الجديدة هذه يخطوها ويديروها في أماكن معزولة ويشتوها في يعني إهدار للعقار وإهدار للمال، ويعني حتى من ناحية العيش. أنا يعني الناس اللي راح تعيش في مجمعات كما هذه معزولة يعني بعاد عن الخدمات، بعد يعني أمر غير منطقي. الله يجيب بالخير، الله يجيب بالخير، والله يهدي هذا الناس هذو اللي راهم يخطوا في الطريقة هذه. السلام عليكم.